بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سؤال وردني، هل الذي يموت من كورونا أو من مرض آخر، سرطان أو كذا، يعتبر هذا سوء خاتمة؟ يعني أنا أستغرب كيف يطرح بعض الناس مثل هذه الأسئلة. سوء الخاتمة أيها الحبة ليس له علاقة بالمرض أو غير المرض أو طبيعة الموت أو كيف مات الإنسان، وحسن الخاتمة كذلك ليس له علاقة. بالعكس أيها الأحبة، الإنسان المؤمن يبتليه الله ويعني يصاب أحيانا بمرض. سيدنا أيوب عليه السلام مرض شديد جدا سنوات، هل لأنه يعني كان يعمل سيئات، أو هل لأن الله لا يحبه؟ حاشا لله، هذا نبي كريم صابر، ولكن أعطانا الله مثالا بالصبر. ثم إن هذا الفيروس المسمى كورونا وغيره هو جندي من جنود الله مسخر، فإذا أصاب المؤمن فهذه شهادة له أمام الله، كما أنبأ بذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام. الإنسان المؤمن الصابر المحتسب الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا الإنسان سواء مات من كورونا أو غير كورونا، هذا يموت شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأنه صبر وآمن بالله وصبر على مرضه وكان تقيا صالحا، لم يؤذي أحدا، لم يأكل مال أحد، كان يساعد الناس، كان يحب الخير للناس. مثل هذا الإنسان أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة الذي يحدده سلوك هذا الإنسان، هل هو صابر يفعل الخيرات يسارع في الخيرات، أم هو إنسان غافل عن الله يؤذي الناس ويأكل أموالهم بالباطل. إذن أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يكافئ عبدا يصيبه بمرض ما أو ببلاء شديد جدا ليخرجه من هذه الدنيا كيوم ولدته أمه، يطهر ذنوبه بهذا المرض. يعني أحيانا يكون المرض دليلا على محبة الله لهذا الإنسان. كيف نعرف أن الله يحبك؟ كيف تعرف إذا أصابك مرض؟ انظر إلى سلوكك، هل تقول الحمد لله؟ هل رضيت بقضاء الله؟ هل صبرت على هذا المرض؟ إذا سلكت هذا السلوك فهذه محبة من الله ابتلاك، لأن نبيا عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة له حديث عجيب والله، يعني الجلد يقشعر عندما يعني يقول إن العبد يعني لنقل الحديث بمعناه العام، العبد يكون أحيانا يعني لا يستطيع أن يبلغ منزلة عالية بأي عمل إلا بالبلاء. يعني مثلا إنسان يدعو إلى الله ولكن لا يصل إلى هذه المنزلة، يبني المساجد، يتصدق، لا يصل منزلة عالية جدا عند الله، والله يحب هذا العبد ويريده أن يبلغ هذه المنزلة، يعني منزلة لا يبلغها بأي عمل، لا بالصدقة ولا بالجهاد ولا بالدعوة إلى الله ولا بإنفاق المال ولا بالإحسان ولا أي شيء إلا بالبلاء، فيبتليه ليبلغه هذه المنزلة العالية عنده عز وجل. والله هذا الحديث أيها الأحبة
يعني يجعلني أستبشر عندما إنسان يصاب بمرض بضيق يستبشر. ما دمت تقول يعني المقياس هو الحمد لله، إذا أصابك أي ضرر أي مشكلة أي أذى، خوف جوع نقص في الأموال والأنفس ثمرات، مات لك قريب، مات لك إنسان عزيز عليك، مات لك أب أم إلى آخره، ابن ابنة، ما دمت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وتقول الحمد لله، فهذا الأمر محبة لله لك. وعندما تتذمر وتغضب ويعني تتلفظ بألفاظ لا يرضاها الله، اعلم أن هذا استدراج من الله وعقوبة لك. إذن هذا هو المقياس أحبتي في الله، المقياس هل تحمد الله. يعني مثلا إنسان توفي، لا تقل لي ما هو المرض الذي مات فيه وكيف مات، بحادث أو بكذا أو بكورونا أو بغير، لا تقل لي ذلك، قل لي هذا الإنسان كيف كان سلوكه في الدنيا، هذا الذي يحدد مصيره. لأن ذلك العبد الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فلم يتحملوا سماع صوت الحق عندما قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوه شقوه نصفين، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قتل ومزقوه تمزيقا، ولكن نفسه، النفس هي بيد الله، هذا الجسد انتهى يذهب يتحول إلى تراب، ولكن هذه النفس لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها، الذي يتحكم فيها هو الله عز وجل. هذه النفس صعدت إلى بارئها وأصبح يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو الكرم أيها الأحبة. لا تقل لإنسان قتل أو عذب، أو بني إسرائيل قتلوا الأنبياء، هناك من عذب كثيرا في سبيل الله، هناك من مات، من قتل، من مرض، هذا ليس له علاقة، هذا حدث دنيوي أيها الأحبة، يبقى في الدنيا، الموت شيء آخر تماما مختلف عن هذا الأمر. فكل إنسان يموت، إذا أردت أن تعرف مصيره انظر إلى سلوكه، انظر إلى حاله مع الله كيف كان، إلى حاله مع الناس. لذلك مثل هذا الإنسان الصالح الذي مات مهما كان سبب الموت، هذا أول شيء يحدث معه عندما يغادر هذه الدنيا، الملائكة تتنزل تقول، الله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الإنسان الذي مات ونحن نحزن عليه ونقول هذا شاب وهذا كذا، ربما يكون سعيدا فرحا بلقاء الله، يعني لا يريد الرجوع إلى الدنيا ومشاكلها وهمومها، هو سعيد، هو فرح بلقاء الله عز وجل. هذا ما ينبغي أن نفكر فيها أيها الأحبة. فمن مات له شخص لا يجلس ويبكي وكذا وكذا، ليقرأ له القرآن، ليتصدق بشيء على روحه، والصدقة تصل أيها الأحبة، وقراءة القرآن تصل، والصلاة على النبي تصل، وكل عمل حتى الذرة مثقال ذرة تصل بإذن الله بالنسبة للإنسان الصالح. لماذا؟ لأنه زرع شيء صالح ويحصد هذا الصلاح. طب إذا كان الميت مقصرا وكان لديه مشاكل مع الناس ومع الله وكذا،
أيضا ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالرحمة، والله سبحانه وتعالى يعلم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، أو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فهذا الإله العظيم أيها الأحبة هو أعلم بما يفعل، هو أعلم بما يفعل. المهم أيها الأحبة، الفوز الحقيقي، إذا أردت أن تفوز فوزا حقيقيا اقرأ هذه الآية: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. تصور أن نفسك التي تخرج لحظة الموت، الملائكة تتلقاها، ترحب بها، تحملها إلى بارئها، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فبقدر ما صبرت في الدنيا، بقدر ما ساعدت الآخرين، بقدر ما أنفقت في سبيل الله، بقدر ما تحملت، يكون جزاؤك بهذا الشكل: تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن أيها الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا جميعا على الإيمان، وأن يكرمنا يوم الموت. هذه الدنيا أيها الأحبة ليست مشكلة ستمضي مهما كانت الصعوبات، ولكن المشكلة لحظة الموت، عندما تخرج نفسك وليس لديك قرار، ليس لديك عمل، ليس لديك قدرة على فعل أي شيء، تستسلم بين يدي الله. هذا هو الكرم الحقيقي، أن يكرمك الله يوم الموت، كما أكرم ذلك العبد الذي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المكرمين عنده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.